فاصل حيكون معنا خبيرة التسويق الإلكتروني شيرين بدر، الخبير الاقتصادي دكتور عماد مهنا. هنتكلم على سوق التسويق الإلكتروني في مصر. حجمه عايز أقول لحضراتكم ملايين الدولارات، له فوائد له عيوب أثاره على الاقتصاد المصري بشكل عام. خليكم معنا عشان نتابع هذه الفقرة، إنها فقرة مهمة. لكن حسبكم مع تقرير محافظة القاهرة أصدرت قرار بإخلاء مجمع التحرير في منتصف 2017. ده للمرة المليون بسمع القرار ده. هذا قرار بيتطلب معرفة ازاي هيتم اخلاء هذا المبنى الكبير العريق، ما هي البدائل. كان هناك لقاء مع اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية للتعرف على تفاصيل اكتر عن اخلاء المجمع اللي احنا بنسمع عن اخلاءه بقالنا كتير، واتعملت افلام بقى وكل حاجة، كل حاجة اتعملت على مجمع التحرير. نتابع. معروف طبعا ان مجمع التحرير مبنى كبير جدا، يعتبر اكبر مجمع اداري على مستوى جمهورية مصر ويمكن على مستوى قارة افريقيا، وطبعا لحجمه كبير بيضم وزارات كتيرة مصالح كتيرة. بالنسبة لموضوع خطة النقل، هو بالفعل كان صدر قرار لمحافظ القاهرة عام 2004 بنقل، بس في حاجه بالنسبه للوزارات، كل وزاره هتشيل نفسها. يعني مثلا في فعلي بالنسبه للادارات التابعه لوزاره الداخليه بيتعمل لها اماكن، كذلك باقي الجهات، ولكن المحافظه هتخصص اماكن جديده للتابعين ليها، زي مثلا اداره تعليميه او مديريه او منطقه او حاجه زي كده يعني. وبالفعل صدرت قرارات من السيد المحافظ عبد العظيم وزير انذاك يعني، وحدد قطع بعينها بمساحات باماكن بقرارات مخصصه. واحنا دلوقتي بالنسبه للاملاك والاداره العامه للتخطيط بنبحث ده من جديد. هو قرار حظر التوك توك فعلي صدر واحنا بصدده الان، وبالفعل يعني منطقة وسط البلد، أنا أتكلم على المنطقة الغربية، صدر لثمان أحياء من التسعة. يعني في أحياء بنسبة 100% ما فيهاش، يعني مثلا حي غرب القاهرة، زمالك وجاردن سيتي وسط البلد، صفر ما فيش. حي الأزبكية نفس الحكاية، حي الموسكي، حي باب الشعرية، حي عبدين صفر. ولكن في يعني ثلاث أحياء ممكن يكون على اطرافهم في التوك توك، وهم دول اللي بيتم ضبطهم واخذ التعهدات عليهم، زي مثلا اطراف حي وسط في المنطقه مثلا بتاعه الخياميه والبطنيه والحتت دي، وخلف مديريه الامن، واللي بيتمسك من المكان ده. كذلك الاطراف بتاع حي بولاء في مثلا رمله بولاء. ولكن لو احنا جينا على حي بولاء في نطاق مثلا مزبير ولا كورنيش ولا وزاره الخارجيه ولا 26 يوليو مش هنلاقي. بالنسبه للاسواق الجديده للباعة الجائلين، احنا شغالين في اسواق دلوقتي بيتمد لها مرافق زي سوق النيل مثلا، او اسواق في الاحياء سلام اول السلام ثاني عين شمس منشيه ناصر وهكذا، دي اسواق جديده تم الانتهاء منها تماما، وفي منها تسلم زي عين شمس، وفي اسواق في سبيلها للتسليم لانهاء شويه مرافق وحاجات زي كده. ده بالاضافه لاسواق برضه احنا خصصناها للباعة الجائلين زي سوق الزاويه. سوق الزاويه بطاقه حوالي 500 وحده تجاريه ان شاء الله، برضه يعني احنا في سبيلنا للانتهاء منه واستلامه، وده اتعمل بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات. في فقرتنا دي هنتكلم على التسوق الإلكتروني. نوع التسوق ده أصبح في توسع في العالم كله، وعايزة أقول أنه دخل مصر من فترة قصيرة، فترة قريبة يعني مش من زمان، لكن مصر مش استثناء عن العالم. لو أنت بتتعامل مع النت، مع الفيسبوك، مع الحاجات دي، هتلاقي عشرات المواقع بدأت في تسويق مختلف المنتجات على الإنترنت. في شركات للإنترنت
عايزة أقول لحضراتكم إن ميزانيتها بقت بملايين الدولارات. كويس، ماشي، ده سوق تاني. لكن في وسائل حماية العملاء، في وسائل لحماية المشتري على الإنترنت من السرقة، لأن ممكن تحصل سرقة لو أنت دفعت بالفيزا بالنت، ممكن تحصل سرقة كمان. هل له فايدة؟ هل له عيوب؟ كل ده هنعرفه من ضيوفنا الكرام. معنا خبيرة التسويق الإلكتروني شيرين بدر، أهلا بيكي أستاذة شيرين. معنا الخبير الاقتصادي دكتور عماد مهن، أهلا بيكي دكتور، نورنا. دكتور خليني أبتدي بشيرين، نشرح حجم التسويق أو التسوق الإلكتروني في مصر وصل قد إيه؟ طيب خلينا نتكلم كده عن مجموعة من الأرقام بتاعة 2015، لأن لسه 2016 لسه مطلعتش الإحصائيات بتاعتها. لسه يعني. بالظبط. فلو قلنا إن في 2015 عدد المصريين وصل ل 90 مليون، فعدد الناس اللي موجودين أونلاين 46 مليون. كام؟ 46 مليون أونلاين. إحصائيات 2014 بتقول إن في 3.5 مليون شخص عملوا تسوق إلكتروني، اشتروا أونلاين في 2014. طبعا 2015 النسبة أو العدد زاد. عدد الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا في 2015 وصل لحوالي 25 مليون، فيسبوك عليه حوالي 28 مليون أكاونت، طبعا عشان في ناس بيبقى عندها أكتر من أكاونت أو في أكاونت فيك وهكذا. عدد الموبايل كونكشنز في 2015 وصلت ل 102 مليون، رغم إن احنا 90 مليون بس كل واحد معاه خطين موبايل وتابلت وهكذا. فحتى اللي ما بيعرفش يدخل من خلال اللابتوب أو الكمبيوتر على الإنترنت بقى يدخل من خلال الموبايل السمارت فون. عمليات التسوق بتبدا من خلال السمارت فون، انا عايزه اتفرج مثلا على حاجه او شفت حاجه عايز اعرف سعرها، ببدا اقارن الاسعار، الكلام ده كله من خلال السمارت فون، وبتبدا يتم عمليه الشراء بعد كده سواء بقى من التابلت او من اللابتوب، والحاجه كده بتجيلك لحد البيت. وطبعا النسب كل يوم عماله بتزيد وهتزيد اكتر في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب ده حجم متوقع على السوق المصري ولا حجم؟ هو ده السوق المصري. لا يعني كنتوا متوقعين الحجم ده بالنسبه للتسويق الالكتروني، ولا خليني اقول ان احنا فوجئنا ان الناس بتشتري بالشكل ده؟ طبعا هو الطفره بدات تحصل من بعد 2011، يعني الناس بدات تدخل اكتر على الانترنت، بدا يبقى في اكونتس اكتر على السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك. يعني قبل 2011 كان عدد الاكونتس على الفيسبوك حوالي 6 او 8 مليون، دلوقتي 28 او 29 مليون يعني. فكل يوم بيزيد والعدد بيتضاعف بشكل كبير جدا. احنا يعني كتير من الناس كانت شايفه ده، يمكن من 2010 و2009 ويمكن من 2007 كمان كنا بدانا نشوف ان في اتجاه رايح فين، لان احنا مش منفصلين عن العالم، احنا شايفين العالم رايح فين واحنا ماشيين في نفس الرتب. يمكن شويه متاخرين بس ماشيين برضو في نفس الاتجاه. لا هو كان قبل 2010 كان عباره عن خليني اقول شركات عالميه معروفه بتبعت لهم وبيجيبوا لك الحاجه، لكن دلوقتي الوضع خليني اقول لك انا من الناس اللي اغلب شرايا تسويق الكتروني، يعني انا ما بنزلش السوق بشتري كله الكتروني. لكن دلوقتي بقت في مواقع مصريه، اكونتس على الفيسبوك مصريه، ناس بيشتغلوا بالموضوع ده غير الشركات. انا مش عايز اقول اسامي الشركات عشان ما تبقاش اعلان، بس هي كانت شركات عالميه. صحيح. فبقت واخده شكل تاني. طيب ده هيخليني اسالك دكتور عماد، ايه فوائد السوق الالكتروني عن السوق التقليدي؟ هل له فايده ولا غير ان الحاجه بتجي لي لغايه البيت؟ خلينا نرجع لخطه الدوله 2005 2006 2007 ونتكلم على الرئيس الاسبق مبارك، ومعاه كان السيد نظيف رئيس مجلس الوزراء في وقتها، الى خلق ما يعرف بالحكومه الالكترونيه. العالم كله يتحرك في اتجاه paperless environment، الورق يبقى قليل لان ده بيوفر عوامل بيئيه بالاضافه الى سرعه الخدمه. فبجانب التسويق الالكتروني الدوله كمان بتستخدمه، لما يبقى عندي حكومه الكترونيه كل الخدمات اللي انا عاوزها من الدوله بقدر ان انا احصل عليها من خلال مواقع الالكترونيه للوزارات المختلفه او للهيئات، فده بالنسبه لي بيوفر وقت كتير بالنسبه للمواطن، بيوفر تكلفة بالنسبة للدولة، عمالة، مكاتب، أوراق،
بيوفر كمان الناحية الأمنية، إن أنا أقدر يبقى في كل مواطن له بروفايل معين، وده هيحصل في المرحلة اللي جاية. فيما يخص تأثيره على الاقتصاد، المواقع دي زي ما حضرتك قلت في مواقع كبيرة بتبيع منتجاتها نفسها، يعني لو قلنا مثلا صدى البلد دوت كوم كان عندها مثلا كتب، فهي بتبيع الكتب المنتج بتاعها بس. دلوقتي بقى في مواقع هي اللي بتستضيف المنتجات نفسها، فبقى هنا بيعمل العمل وسيط، وده بيدينا شكل من ثلاث أشكال للتسويق الإلكتروني اللي هو بيزنس لبيزنس. يعني مثلا لو قلنا مصر الطيران كشركة قطاع عام ممكن تسوق للزبون ده مباشر، يبقى هنا بيزنس لزبون، أو بيزنس لبيزنس إنها بتعرض لشركات سياحة، أو ممكن زبون لزبون. هي حتى مصر الطيران مثلا لو قلنا مصر الطيران، أنا ممكن أعمل البوكينج على بالزبط نت بالزبط، خلاص ما بقيتش أروح مكتب سياحة أو مكتب شركة الطيران بالزبط، إن أنا أحجز بعمل البوكينج وأنا قاعدة. بالظبط، ده بيقلل في تكلفة التشغيل، لأنه مثلا 9% اللي هي كان بياخدهم. هي دي بقى النقطة، ما هو ده هيأثر على السوق في التشغيل. بالظبط، هو بيحصل نوع من عمليات التوازن، لأنه دلوقتي مصر الطيران لما توفر 9% اللي بيديهم لشركات سياحة، أنا هنا ما بيأثرش على السوق. ليه؟ لأنه في حماية السوق في قواعد بتمنع مصر الطيران، يعني مثلا لو بيبيع تذكرة ب 1000 جنيه للزبون، لازم يبيعها لشركة السياحة مثلا ب 900، عشان شركة السياحة تبيعها بألف، وإلا يبقى هو بيضرب شركة السياحة. دي من قوانين حماية السوق. فموضوع البيع الإلكتروني، لو الشركة هتبيع مباشر للزبون، لازم يكون بنفس السعر اللي الشركة التانية هتبيعه كوسيط اللي هو الموزع بتاعي. وبالتالي هنا الهدف الأساسي منه أنه توفير في تكلفة التشغيل اللي هو الميدل مان أو الشخص الوسيط، بيساعد في تخفيض معدلات البطالة، لأن دلوقتي أصبح في تيمبلتس كتيرة أو شركات بتعرض المواقع الإلكترونية بشكل مخفض، فأنا ممكن لو عندي منتج صغير أبتدي أبيعه أونلاين، وده ساهم في شبكات التواصل الاجتماعي. بنتكلم النهاردة على 1.2 مليار مواطن على مستوى العالم بيدخلوا على شبكات التواصل الاجتماعي، فهو بيساعد الشباب كبير. فمن ناحية فايدته للدولة، بيساعد الشباب في إن هو يلاقي فرص وظيفية قد تكون ثانوية بجانب وظيفته الأساسية، أو تكون وظيفة طيب، إن هو بيقدر ينمي حق الدولة فيه. فين؟ حق الدولة هنا، لأن أنا يعني أنا هقول لحضرتك، أنا لما بشتري أنا ما باخدش الفاوتشر اللي هو زي ما بشتري من محل. عادي أنا بيجي لي، يعني أنا بتكلم بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي. فين الضرائب؟ يعني لا هو دفع ضرائب ولا أنا بعرف أحسبها ضرائب. لا، هو المواقع الأمريكية بتدفع ضرائب أمريكية. أنا بتكلم لا المواقع مصر العالمية المعروفة بالزبط. أنا بتكلم على المواقع اللي ظهرت في مصر. في مصر هنا عندنا احنا دايما مشكلة، يمكن احنا كنا تناقشنا في حلقات سابقة، اللي هو الاقتصاد غير الرسمي. مشكلة الاقتصاد غير الرسمي بيصل حجم تداوله في مصر إلى 1.2 جنيه، ده اللي بيتحكم فيه الباعة الجائلين، ومنهم شبكات التواصل الاجتماعي، أو آسف المواقع اللي هي بتبيع بدون تدخل الدولة. فهنا الدولة للأسف من القطاع غير الرسمي لا تستفيد ضرائب على الإطلاق. فأنا معايا كاش، رحت عملت موقع ببيع للناس، باخد الإيراد، مفيش أدنى مصلحة للدولة. وهنا ده بيجي في تقنينه في التسويق الإلكتروني في القواعد. ويمكن زي ما الأستاذة الخبيرة رشا قالت إن احنا متأخرين شوي، زي ما حضرتك شفتي مثلا حقوق الطبع، حقوق الطبع دي او المستندات الرسميه، في دول بتعتبر الايميل مستند رسمي، ما زال عندنا احنا لسه ما بنعتبروش مستند رسمي. فلو حضرتك مثلا انا دخلت مع حضرتك في موضوع التسويق الالكتروني في مستند مثلا على الايميل، بعت لك حاجه وانا مثلا غشيت حضرتك فيها، ما تقدريش تقاضيني فيها لانه المستند غير معترف به قضائيا. بالظبط، وهنا محتاجين زي ما الاستاذ رشا قالت احنا متاخرين شويه في الجزئيه دي، محتاجين ان احنا نعيد صياغه بعض القوانين. ونتمنى يمكن السياسه اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الرئاسه ان هو الاصلاح التشريعي، وجزء كبير منها حقوق الملكيه والتسويق الالكتروني، لان ده بيحمي الناس. زي ما حضرتك اشرتي في فروض بيحصل نتيجه استغلال الكريدت كارد، لان انا في النهايه مش عارف، ممكن بيحصل كتير في مصر، انا مش عارف مين اللي خد مني، انا عارف الموقع لكن ما اعرفش مين اللي سحب الفلوس. فهنا ده هيخليني اسال استاذه شيرين. شيرين اسف، استاذه شيرين هسال حضرتك، يعني ايه عوامل الامان؟ يعني ما انا برضو انا بشتري، يعني لما اجي بشتري، ما انا بشتري ماركه انا عارفاها، فعارفه الكواليتي اللي جايه لي شكلها ايه، سواء عفش سواء اي حاجه، سواء هدوم جزم اي حاجه بتشتريها. لكن ايه عوامل الامان؟ ما هو انت في برضو حاجات بتطلع لك وانت مش عارفه المنتج ده جاي ايه اصله ايه فصله. تمام، طيب خلينا بس نتكلم، يعني ارد على جزئيه الضرايب ديت. لو حضرتك دخلتي على موقع من المواقع اللي هي الاي كوميرس اللي هي خاصه بانها بتبيع اونلاين، المواقع دي هتلاقيها بتحسب تكلفه الضرايب على اللي بيشتري،
حضرتك وانت بتشتري بيكتب لك ان انت سعر المنتج كذا، الضريبه كذا، والشحن كذا. فهنا الشركات هي العالميه لا، في شركات مصريه، في شركات طبعا مصرية. لان ما ينفعش ان انا افتح شركه ويبقى لازم هيبقى لي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وهدفع ضرائب وكل حاجه. طب من بيوتهم بقى؟ لا دي حاجه تانية، تمام. بس دي هتعود برضو على الاقتصاد انها بتنعش الاقتصاد، ان في حركه رواج وفي ناس بتشتغل والكلام ده كله. خاصه لو انا هشتغل مع ناس بره مصر، فانا لما بيتحول لي الفلوس انا بتخصم مني، تمام، بتخصم مني من الشركه اللي هي بتحول لي الفلوس. لا ما بيبقوش شركات، في جزء كبير من الشركات. انا بتكلم في حته ان انا بشتغل مع حد مثلا بوزع شغلي بره مصر او الكلام ده كله، او حتى لو انا ما عنديش منتج وانا بشتغل في التسويق الالكتروني وبقبض مثلا فلوسي من ناس مثلا شركات بتعامل معاها بره او عملاء بره مصر، ما انا مش شغلي بس بيبقى جوه مصر، في دول عربيه او دول اجنبيه، فانا بيتحول لي الفلوس ديت من خلال شركات معتمده، والشركات دي بتخصم مني الفلوس، الفلوس دي بتروح ضرايب، يبقى مش كل الفلوس ما بيدفعش منها ضرائب. دي نقطه. بالنسبه لموضوع الامان، فلا، في عوامل امان موجوده عندنا في المواقع. من ضمن الحاجات الامان دي ان انت اولا بيجي لك المنتج لحد البيت وبعدين تدفع الفلوس، مش شرط ان انت تدفع بالفيزا. في موقع اسمه ادرول كان طلع كده احصائيه في 2014 ان 70% من المصريين بيدفعوا كاش اون ديليفري، لما الحاجه بتوصل لك البيت بتدفع الفلوس. 30% بس امن بالظبط كده. طيب ايه تاني عوامل الامان اللي تخليني انا شايف ان الموقع ده اشتري منه ولا ما اشتريش منه؟ هنلاقي دلوقتي في عندنا الموقع بيبدا بحاجه اسمها HTTPS. الاس دي المفروض ان هو بيبقى واخد شهاده اسمها SSL. دي بتقول ان الموقع ده امن، سهل ان انا او امان ان انا احط البيانات بتاعتي على الموقع، عمر ما الموقع ده هيتم اختراقه او اختراق البيانات بتاعتي او استخدام بيانات الفيزا لو انا هتعامل كفيزا. بدليل ان احنا هنلاقي حاجه زي مثلا فيسبوك، هتلاقي https/https دبل تي، يعني دبل تي اس اتش تي تي اس سلاش www.facebook.com. ده بيقول ايه؟ ده بيقول امان. طب هو فيسبوك محتاج يبقى امان ليه؟ لان احنا بنعمل عليه اعلانات وبنحط فيه بيانات فيزا وبندفع فلوس وفلوس كتير، تمام. فدي اول حاجه بتقول ان الموقع ده امان ولا مش امان. طيب الحاجه الثانيه، الموقع ده اصلا معروف ولا مش معروف؟ سمعته عامله ازاي؟ طب انا هعرف سمعته منين؟ السوشيال ميديا دلوقتي اي حاجه، اي حد بيمر بتجربه بيكتبها على السوشيال ميديا. انا اشتريت من الموقع الفلاني، او انا رحت المكان الفلاني وتعاملوا معايا بالطريقه الفلانيه، او انا اشتريت من المحل الفلاني وتعاملوا معايا بالطريقه الفلانيه، انا اتسرقت في المحل الفلاني. فمش بس اونلاين، انت بتدور على موضوع الامان، انت بتدور اونلاين واوفلاين. فكل حاجه دلوقتي مكتوبه موجوده على السوشيال ميديا وعلى جوجل. طيب حاجه كمان، انا لما بدخل على الموقع في عندي حاجه اسمها ريفيوز. الريفيو اللي هو راي العملاء اللي اشتروا من الموقع ده قبل كده، بيديني ثقه اذا كان الموقع ده فعلا امان ولا لا، بقدر انا اشتري منه او لا. طب دكتور عماد، اكيد التسويق الالكتروني له مشكلات، ايه مشكلاته؟ خلينا اقول ليه كتير من طبقا للدراسات انه من 15 ل 28 دول اكتر طائفه بتدخل التسويق الالكتروني، لانه طبعا اسرع واسهل وبيبقى دايما الاعلان موجود، فبيقدر يروح ويجي عليه زي ما هو موجود في شبكات التواصل الاجتماعي. وده الحقيقه بيلفت نظرنا لنقطه مهمه جدا، انه مصر ترتبع حوالي 70 في مقدمه او في قائمه الدول في تسجيل الشركات. فالتسويق الالكتروني بيتجه له كتير من الشباب ان هو يقدر يعمل شركه بسرعه ويحصل على عمل، بدل ما يقدر يسجل شركه وبعد كده يعملها موقع الكتروني. فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه محتاجين ناخدها في الاعتبار. مشاكل التسويق الالكتروني زي ما اشارت الاستاذه شيرين قد تكون مشكله امان، لكن طبعا في بعض المحددات زي الاس بيبقى سكيور، وطبعا هنا التعامل مع التسويق الالكتروني بيبقى البنك داخل فيها. فانا لما بحط الكريدت كارد بتاعي ده بيتسحب على من خلال البنك بتاعي، فده ما فيهوش مشكلة. جزئية عدم رؤية المنتج الحقيقة ده بيبقى بيمثل مشكلة في كثير من الدول. يمكن هنا كاش اون ديليفري، ان انا لما بيجي لي المنتج لو ما عجبنيش برجعه، لكن في كتير من المواقع ان انا ممكن اكون المنتج اللي جاي لي مش بالظبط نفس اللي انا كنت متوقعه او متخيله، فده بيحصل. بعض المشاكل الاخرى بتيجي من خلال الفرود، والفرود هنا مش شرط يكون من الشركه نفسها، لان الكريدت كارد تم اعطائه لشركات اخرى، وده بيحصل كتير في الولايات المتحده الامريكيه، انه الكريدت كارد ارقامه او البيانات بتاعت
بتاعت حضرتك انا شركه معتمده، ولكن في حد من الموظفين خدوا ده لشركه تانية وبدا استخدام الكريدت كارد منه. كتير من الحاجات التسويق الالكتروني، المراسلات اللي احنا بنبعتها، ويمكن كان في رسائل تحذير بتوصل على شبكات التواصل الاجتماعي لما يجي لك حد يقول لك الباسورد بتاعتك بتاع البنك او رقم الكريدت كارد بتاعك، اصل في حد اتصل بينا. الكلام ده كله ناخد بالنا احنا بنكتب ايه في التواصل الاجتماعي، احط بالظبط البيانات المحطوطه، لانه اخطر مشكله في التسويق الالكتروني او في الانترنت عموما هو عمليه الفروض او الحصول على المعلومات، وخاصه العناوين. دي نقطه مهمه جدا، ان انا لما بحط العنوان بتاعي ممكن ابقى تارجت بعد كده، ممكن تبقى جماعات ارهابيه، ممكن. هي دي بقى النقطه، يعني اغلب لما بتعملي لازم، ما انت بتاخدي بتحطي العنوان عشان يجي لك الحاجه. او حتى زي ما قبل ما نطلع مع على الهواء، انا عايز اقول لحضراتكم ان بقى في مواقع كتيره جدا، فساتين الافراح حتى بيفصلوها لك وبياخدوا مقاييس جسمك، بياخدوا العنوان وبياخدوا الميل. طب ده مش خطر؟ ممكن تبقى ان دي تبقى وسيله من الوسائل، انه انا ما بتكلمش على مواقع اللي جوه مصر، انا بتكلم على بشكل عام اللي بره مصر تحديدا، لان بقت كتيره جدا، ومنها مواقع تركيا على فكره كمان. صحيح. وفي منتجات تركيه كتيره يعني. هل ممكن يبقى مش امان للمواطن نفسه اللي بيشتري؟ هو بالنسبه لي، لو الدكتوره، لو الاستاذه انت شايفه ايه؟ والله انا شايفه ان الامان موجود، عدم الامان موجود اوفلاين واونلاين. فيعني احنا بس مش عايزين نضخم المشكله قوي، نقول ان في مشكله في الاونلاين. احنا اوريدي عندنا مشكله في الاوفلاين. احنا ممكن دلوقتي انا عايزه اروح اشتري حاجه وعايزاها تجيلي على البيت، طب انا هديله العنوان، طب انا هروح له، وفي محلات دلوقتي بتروحي بتسيبي له رقم التليفون بتاعك عشان يرجع ان هو يتصل بيكي تاني، ومش ممكن من خلال رقم التليفون ده يقدر يتتبعك ويوصل لك. فعدم الامان موجود هنا وموجود هنا. حقيقي. طيب يمكن الاستاذه رشا بتقصد انه احنا بنوضح بس للمشاهد المزايا والعيوب اللي ممكن يقع فيها، لكن هي في الاوفلاين اكيد في نفس المشكله. تاثير السوق الالكتروني على السوق العادي التقليدي يعني اكيد عمل تاثير، هو من بشكل او باخر يعني. من ناحيه التاثير هو له تاثير كبير، لانه بيتزايد بشكل كبير، وخلينا نقول والسوق ركد يعني في ركود. بالظبط، لانه هنا بقى في، وده بيسبب مشكله في البطاله. لان النهارده مثلا انا لو هعين مثلا 20 واحد عشان يعملوا ديليفري، انا مش محتاجهم، لانه هنا الزبون ممكن يجي ياخده مني. لو هعين مثلا 20 موظف عشان مبيعات، مش محتاجهم. فهتلاقي النهارده انه مثلا شركه زي مصر للطيران بقت المكاتب بتاعتها قليله جدا، لان الزبون النهارده بدل ما يروح يقعد في المكتب ساعه ويتكلم مع موظف وهروح فين واجي منين، فبقى يخش هو والتفاصيل كلها موجوده. حتى الباكجات السياحيه بقت موجوده، كتير من المواقع التسويق الالكتروني للسياحه اللي بتخدم مصر ده الاساس فيها. المشكله هنا انه بيأثر على السوق التقليدي، وبالتالي هنا بيرفع معدلات البطاله، لان النهارده عندي مجموعه المبيعات او موظفي المبيعات انا مش محتاجهم، لانه كده مرتباتهم ما بقتش جاستيفايد. لما بنيجي للجزئيه الثانيه، ان هو بيأثر على اقتصاد الدوله بشكل عام. ليه؟ لانه النهارده نقطه واضحه جدا او لازم نعرفها كمواطنين، ان انا كل جنيه بصرفه ده مش بتاعي انا بس، ده بتاع الدوله كمان. فكل جنيه انا بطلعه وبصرفه بالكريدت كارد لشركة أجنبية بعمل بينها أونلاين، الجنيه ده بيخرج بره البلد، وده هنا بالظبط زي عمليات الاستيراد بنفس الشكل التقليدي. فهنا بيأثر على اقتصاد الدولة. المشكلة فيه أنه ما بيخرجش من خلال البنك المركزي. فأنا لما باجي مثلا بعمل تحويل، هستورد مكنة وبحول مثلا 100,000 دولار عشان المكنة دي بتروح مثلا دولة زي الصين، ده هنا له مجرى تقليدي فأنا عارفه، البنك بيقدر يحصره. التسويق الالكتروني مشكلته انه انا صعب جدا وبيجي فترات متاخره من خلال التقارير، فهنا ده بيأثر اقتصاد البلد والسيوله الموجوده فيها. ففجاه مثلا حضرتك عندك 5000 جنيه في الكريدت كارد انتهوا، ال 5000 جنيه دول بقوا في الصين، فاللي خرج من مصر ال 5000 جنيه. فهنا نقطه مهمه جدا، احنا نشجع المصريين ان هم يبداوا يشتروا من المحلي اكتر، لانه التسويق الالكتروني الحقيقه بالنسبه للسوق الدولي بيأثر على السوق المحلي. صعب. هو صعب. أعقب بس على حاجة من خلال بس يعني إن أنا اللي بشتغل في الحاجة دي. موضوع إنها بتأثر على البطالة، أو خلينا نمسك الجزئية اللي ها بتخلي فيه ركود في السوق، أنا مش مع الكلام ده، لسبب إن ده بيساعد إن السوق نفسه، بدل ما أنا كان عندي فرصة إن أنا أبيع بس أوفلاين، بقى أنا عندي فرصة إن أنا أبيع أوفلاين وأونلاين، ففرص بتاعتي تضعفت. دي حاجة. حتة انها بقى في بطالة، انا مش مع الكلام ده، لسبب ان اللي بقى كان بيبيع اوفلاين، حتى لو انا ما بقاش عندي اقبال اوفلاين، فالناس دي تحولت انها اونلاين، فين البطالة في لان انا حولت الناس من الاوفلاين للاونلاين؟ طيب بالنسبة للفلوس اللي بتخرج، طب ما هو في فلوس بتدخل،
ليه؟ لان في ناس بتشتغل كتير في مصر مع مواقع بره اجنبيه سواء عربيه او امريكيه او اوروبيه، وبيدخل دخل وبيدخل الفلوس هنا بتدخل بالدولار. يعني انا قد ايه يا استاذ شيرين؟ ما عنديش ارقام حقيقيه، ما ده اللي بقول بس هي بتقولي كلام انه في فلوس بتدخل، ما بقول لحضرتك قد ايه. طب حضرتك عارف الفلوس بتخرج؟ الفلوس اللي بتخرج 55 مليار دولار في السنه. تمام، ما اكيد حضرتك عارف برضو، ما حضرتك عندك الرقم ان انت تعرف اللي داخل كمان قد ايه. اللي خارج عشان برضو الساده المشاهدين، اللي خارج هو عباره عن تصدير واستيراد. انا عندي معدلات منخفضه في الانتاج، وده واضح من 3602 مصنع مقفولين، عشان النهارده انا بتكلم على بيع منتج مصري الى الخارج. عشان المنتج ده يخرج من مصر الى الخارج، يبقى اذا انا عندي انتاج. النهارده الاغراق وتحدث فيها الرئيس السيسي وتحدث فيها الحكومه ان انا عندي اغراق بيجي من الصين، اللي بيجي من الصين ده قد يكون تسويق الكتروني او اوف لاين. دلوقتي والرئيس بيستقبل الرئيس الصيني، خلينا مع الصين. انا قصدي اقول لحضرتك انه موضوع الدخول، انا عندي عجز في الميزان التجاري 50 مليار دولار نتيجه جزء منها الكتروني وجزء منها هي. لا هو موضوع الالكتروني ده لازم يتم تقنينه بشكل او باخر علشان يبقى واخد الشكل الرسمي. يعني هو يعني بصي انا بشجع، انا عن نفسي بشجع التسويق الالكتروني، بس يبقى بشكل مقنن يعني. بس هو ده اللي احنا بنقوله. انا بشكر خبيره التسويق الالكتروني الاستاذه شيرين بدر، بشكرك شكرا جزيلا. الخبير الاقتصادي دكتور عماد مهنا نورتنا، واهلا بيكم معايا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل هيكون مع